السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. محافظ العاصمة عدن يؤكد على أهمية اطلاع مكتب الإحصاء بمهامه وتنفيذ مسؤولياته الوطنية. الانتهاء من تصحيح دفاتر إجابات الطلاب المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية للعام الدراسي 2021 للمحافظات الشرقية. تنفيذية انتقالية حضرموت تناقش عددا من التقارير والقضايا الهامة. أهلا بكم. أكد محافظ العاصمة عدن أحمد لملس على ضرورة اطلاع فرع الجهاز المركزي للإحصاء بمهامه الأساسية وتفعيل أنشطته الميدانية، خصوصا في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على العاصمة. واستمع المحافظ لملس من مدير عام الفرع الدكتورة صفا معطي خلال زيارة تفقدية قام بها لمكتب الإحصاء، استمع إلى أبرز أنشطة فرع الجهاز وأسباب توقف معظمها وأبرز المشكلات التي تواجهه وتحدد قيامه بمهامه وتنفيذ مسؤولياته الوطنية. كما استمع لملس إلى جملة من شكاوي وتظلمات الموظفين في جوانب تدني أجورهم وحقيتهم في الترقية الوظيفية، موجها بضرورة متابعة الجهات المعنية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ونيلهم لاستحقاقاتهم بحسب القوانين. وأكد محافظ عدن استعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم لفرع الجهاز المركزي، إيمانا منها بأهمية دوره في حاضر ومستقبل العاصمة. التقى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بوريك، التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس وأعضائها في مديرية لودر بمحافظة أبين. واستمع اللواء بن بوريك خلال اللقاء إلى شرح واف حول الأوضاع في مديرية لودر وأبين عامة وما تتعرض له من هجمات إرهابية، وكذا المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل ونشاط الهيئة التنفيذية. وشدد بن بوريك على أعضاء القيادة المحلية بلودر بضرورة الاطلاع بدورهم في توحيد الصف ومد جسور التعاون والعمل المشترك مع الهيئات الأخرى والسلطات المحلية والأمنية والعسكرية لانتشال المحافظة من وضعها الراهن التي تعاني منها في كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية. وفي العاصمة عدن أيضا اختتمت بالعاصمة عدن ورشة عمل تخطيطية حوارية لمناقشة تفاقم خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد الفئات المهمشة والأشد فقرا، واستمرت الدورة لمدة يومين متتاليين. وشارك في الورشة التي دشنت تحت شعار خطاب إيجابي ونسيج متماسك لكرامة المواطنة المتساوية 30 إعلاميا وصحفيا وناشطا بالمحافظات المحررة. استعرضت الورشة 3 أوراق عمل تضمنت دراسة تحليلية لقياس الرأي العام حول تفاقم خطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض ضد فئة المهمشين. كما أصدر المشاركون خلال الورشة بيانا مشتركا شددوا فيه على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض ضد فئة المهمشين والمجتمعات الضعيفة. وفي حضرموت، أعلن مكتب تربية ساحل حضرموت الانتهاء من تصحيح دفاتر إجابات الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للمحافظات الشرقية بكنترول حضرموت. وأشاد وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون رئيس اللجنة العليا للاختبارات خلال اجتماعه بلجان التصحيح ولجنة النظام والمراقبة بكنترول المحافظة، أشاد بالجهود التي بذلت من قبل العاملين بالكنترول ولجان التصحيح ولجنة النظام والمراقبة ودورهم الفاعل في إنجاح عملية التصحيح في وقت قياسي حسب خطة المكتب، مكلفا لجنة النظام والمراقبة بالاستمرار في عملية الرصد والمراجعة والادخال لما تم تصحيحه. في حضرموت أيضا، تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين برزيق تفقد مشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بمديرية المكلا، حيث تفقد الوكيل برزيق مشروعي بناء 16 فصلا دراسيا مع ملحقاته بمدرسة خولة للبنات بمنطقة ديس المكلا، وبناء 6 صفوف دراسية إضافية
لمدرسة منطقة القارة الحمراء شرق المدينة، إضافة إلى مشروعي بناء مدرسة مليل بالحرشيات ومدرسة القاقين. كما تفقد المهندس بارزيق مشروع بناء مبنى إدارة محوى الأمية، والذي يتكون من 6 صفوف دراسية ومكاتب إدارية، إلى جانب مشروعي رصف عقبة السجون بمنطقة بسويد وبناء مركزين للدفاع المدني بالديس وآخر بمنطقة روكب. وحث الوكيل الفني على سرعة الإنجاز في العمل مع مراعاة مستوى الجودة والمواصفات لهذه المشاريع. أقيمت بمعسكر الكتيبة الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية عن مخاطر مرض الإيدز، وتناولت المحاضرة نبذة تعريفية عن المرض والأعراض الناتجة المترتبة عليه وطرق الإصابة به وانتقاله من شخص لآخر، وكذا العوامل المؤدية لتفشيه في المجتمعات. كما استعرضت المحاضرة جملة من الإحصائيات والأرقام الحديثة وما وصل إليه المرض في السنوات الأخيرة، مبينة الدور المنطوي على منتسبي الأمن والجيش لمنع انتشار المرض وتفشيه بالمجتمع المحلي، وما يستطيع فعله الفرد تجاه ذلك. عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، عقدت اجتماعها الدوري لشهر يونيو برئاسة رئيس الهيئة العقيد الركن سعيد المحمدي، وناقشت الهيئة عددا من التقارير المدرجة في جدول أعمالها وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والفعاليات المزمع تنفيذها إحياء ليوم الأرض الجنوبي والذي يصادف يوم 7 يوليو. كما دعا العقيد المحمدي أعضاء الهيئة التنفيذية إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن الجنوبي وإفشال المؤامرات التي تستهدف النيل من قضيته العادلة، مؤكدا على أهمية تعزيز دور الإعلام وتمكينه من التصدي لتلك المؤامرات ومجابهة الشائعات التي تروجها الآلة الإعلامية للقوى المناوئة لقضية الجنوب وشعبه تحديدا. وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية قيل بوزير خلال اجتماعها الدوري لشهر يونيو، وقفت أمام عدد من القضايا الهامة. وفي الاجتماع ناقشت الهيئة تفاصيل التقرير النصف السنوي وخطة الأنشطة والفعاليات للفصل الثالث والموازنة التقديرية للفصل ذاته. وأدانت الهيئة الممارسات الهمجية من قبل ميليشيا الإخوان في محافظة شبوة بإعاقة تنظيم الاحتياجات السلمية في التعبير عن هويتهم الجنوبية. كما صادقت الهيئة في اجتماعها على محضريها السابقين الدوري لشهر مايو والاستثنائي في شهر يونيو. في قيل بوزير أيضا دشنت مؤسسة الازدهار للتنمية والتأهيل برنامج المخيم الصيفي التعليمي والترفيهي بمديرية قيل بوزير، ويحتوي المخيم على مجموعة من البرامج التعليمية الهادفة والأنشطة الترفيهية بهدف رفع تنمية قدرات الأطفال واكتسابهم المعرفة والدراية في المجال العلمي والتنموي وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد. افتتح بمديرية الشحر فرع إتلاف الأمل التنموية ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، افتتح المخيم الصيفي الأول الذي يضم قرابة 50 طالبا وطالبة بهدف خدمة الطلاب وأكسابهم مهارات لغوية وتوسيع مداركهم في المواد الأساسية والمنهجية. وخلال الافتتاح أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة الأمل النسوية الدكتورة أبهى بعوضان، أشارت إلى أن افتتاح الفرع جاء بهدف الإسهام في بناء القدرات العديد من الشباب والشابات بمديرية الشحر واكتسابهم مهارات مهنية مختلفة. تزامنا كان الافتتاح مع تدشين المخيم الصيفي للأطفال، والحمد لله يعني ما رأيناه كان مثلجا للصدر. أكثر من 50 طفل في صفوف المخيم يتلقون المعارف في تطوير الكفاءات المهارية من القراءة والكتابة الحساب، كذلك بعض الأنشطة اللاصفية التي تعمل على التفريغ النفسي للأطفال مثل الرياضة، بعض الزيارات الميدانية للمدن أو للمواقع التاريخية اللي تحمل تاريخ المدينة، من ضمنها
متحف المحضار بحيث أنه يكون عندهم فكرة وخلفية على تاريخ مدينتهم. تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت سير الأعمال في مشروعي المستشفى الأكاديمي وقسم الترقيد بهيئة مستشفى سيئون الجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5 ملايين دولار من حصة المحافظة من عائدات النفط. وأكدت السلطة المحلية بالوادي خلال الزيارة على أهمية سرعة استكمال بقية الأعمال في المشروعين الاستراتيجيين، مستمعة إلى شرح من الجهات الإشرافية على الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 70%، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة عامة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بهيئة مستشفى سيئون وبقية مستشفيات الوادي. تمكنت قوات العمالقة في محافظة أبين من تحرير عشرات المهاجرين الأفارقة الذين كانوا محتجزين لدى أحد المهربين لمدة 5 أيام. وقال مصدر في قوات العمالقة أن القيادة اللواء تلقت بلاغا عن احتجاز أحد المهربين للعشرات من الأفارقة من النساء والرجال في منزله بطريقة غير شرعية، مشيرا بأن قوات العمالقة قامت بالتنسيق مع عمليات المجلس الانتقالي والجيش بتدخل سريع لتحرير المحتجزين من قبضة المهربين الذين لاذوا بالفرار. وقبل الختام مشاهدينا، نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. وختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ العاصمة عدن يؤكد على أهمية اطلاع مكتب الإحصاء بمهامه وتنفيذ مسؤولياته الوطنية. الانتهاء من تصحيح دفاتر إجابات الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021 للمحافظات الشرقية. تنفيذية انتقالية حضرموت تناقش عدداً من التقارير والقضايا الهامة. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. لمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.